هنحكي كتير. خلينا نروح لميشيل. ميشيل انت جاي مع فايلر وفايلر رحل وجي موسيماني والاهلي صمم ان انت تكون موجود لانك كنت عامل نجاحات كبيره جدا. فرق التغيير ما بين فايلر وموسيماني، ودايما المدرب بيحب يجيب جهازه لكن الاهلي صمم على وجودك، وانت بقى بدات النجاحات تتتالى بعدها. أنا كانت حقيبتي جاهزة للمغادرة، وعندما رأيت رأيته يرحل فإن حقائبي كانت جاهزة للمغادرة، وكما ولكن السيد اتصل بي وقال لي أنا مع الرئيس. نعم. إسكس الخطيب تيفوزا تليفوني. أنا لم أفكر كثيرا، فعندما عرض علي وقال لي أنه يريدك أن تبقى. أنا استمريت وقررت الاستمرار، وكان هناك وعملت مع وأبلغني أنه تم التعاقد مع موسيماني وسوف يقوم بدمجك داخل فريقه، لأنه وأقول لكم أننا مع فريق الجنوب أفريقي لم يبقى سوى سامي وأنا. وكما قال سامي نحن نعرف كثيرا أفريقيا، وفي الحقيقة كان يجب في هذه اللحظات أن نكون في قمة تركيزنا، أننا لدينا مباريات صعبة عندما رحل ريني، ونحن على في أمام مباريات مهمة. موسيماني قام بعمله وبمهمته كما يجب وقام بإعداد الفريق جيدا، وبالنسبة لي مرت الأمور بشكل رائع، وكما رأيت من النتائج التي أتت فيما بعد وما حققناه معهم وكانت الأمور تسير بشكل رائع، وقام هو أيضا بعمل رائع واتيحت له كل الظروف من داخل النادي لكي يعمل بشكل جيد ويفوز أيضا أو نفوز. الفرق صعب، شق صعب أن أقول كل مدرب. أنا لدي 26 عام من الخبرة في العمل وعملت مع الكثير من المدربين. هناك كل مدرب له طريقته في العمل، طريقته في التوائم مع اللاعبين ومع النادي. كل مدرب له شخصيته ورؤيته المختلفة وطريقة لعبه وخططه، وهناك الكثير من الاختلافات حتى التقرير الذي يحرره. وكان يجب علينا أن نتوائم ونتأقلم مع هذا الوضع، وإن كنا أن نحكم على مدرب هذا صعب جدا، وخاصة بالنسبة لي. كل منهم له مميزات مختلفة. حسيت بالراحة النفسية لما السيد محمود الخطيب كلمك قال لك عايزك تستمر، وقول لي كواليس أول اجتماع دار بينك وبين موسيماني. وخلينا نكون أمنا، يعني مدرب إفريقي حابب يكون مساعدينه كلهم من معاه، لكن نجاحاتك هي اللي خلت الجميع يصمم على بقائك. أول لقاء مع موسيماني كان عامل إزاي؟ موسيماني هو بالفعل لعب في بلجيكا، فهو أعتقد هو كان سعيد أنني سوف أعمل معه لأنه لم يحدثني على الإطلاق بأشياء أخرى، وكان سعيد وكان يرى أن الأمور تسير بشكل رائع مع حراس المرمى، وهناك لا يوجد أي احتياج للتغيير، الأمور تسير بشكل رائع، وكان يريد أن تستمر الأمور على هذه المسيرة. هذا نوع من الذكاء لدى موسيماني، هو إن كان لم يكن يريد التغيير من أجل التغيير. إذا هل يريد أن إحضار شخص من جنوب أفريقيا لكي يكون الفريق من نفس الجنسية؟ لا، هو يعمل للصالح العام، وبالفعل هو له رؤية رائعة. إذن أول لقاء بيننا كان رائع، أول محادثة بيننا، وقال لي ما ينتظره مني وشرحت له طريقة عملي ورؤيتي ومرت الأمور بشكل رائع. جميل.